الفطيرة المورقة، بنجيب العجينة المورقة، ممكن نجيبها من السوبر ماركت أو نعملها في البيت. أنا جبتها من السوبر ماركت، بعملها مربعات وادهنها بالبيض، بتنيها مثل ما أنتم شايفين وبضغطها من الأوسط جيد، بضغطها بدهنا من الأعلى في البيض والحليب مع بعض مخربطين، وبدخلها الفرن 200 درجة مئوية على الرف الأوسط تقريبا تاخذ 15 دقيقة. بنعمل الكريمة الحرارة متوسطة، بنوضع كوب من الحليب، 3 معالق كبيرة نشا، معلقتين سكر، وبنحرك جيد. ممكن نوضع لون طعام، نوضع اللون اللي احنا بدنا اياه، نوضع ماء الزهر، هي ما بتاخذ وقت. آخر شيء معلقتين من الزبدة، طحب القمع، وبنحشيها صلصة السكر، نوضع قليل من الليمون على السكر بودرة، وهيك أصبحت صلصة السكر جاهزة، ندهنها على الوجه، كتير روعة. ممكن تعملوا أي لون أنتو بتحبوا، أو ممكن تضيفوا أي نكهة عليها، الموضوع كتير بسيط وكتير سهل. إذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك. مع السلامة.